يحيى في صاحب كودو، يمكنك تسمع صاحب كودو مثلا، يا اخي ما يعرض عليه عمل خير الا يركض يبادر. ناس كثير يتصلون علي بعضهم، ومنهم الاستاذ عبد المحسن يقول لي وش عندكم من اعمال خيريه يا اخي؟ تكفون ذكروا لنا اذا جاكم اعمال خيريه. كل رجال اعمال يا اخي، رجال الحمد لله في هذا البلد، رجال اعمالنا والله بلدنا كلنا خير. صحيح يا اخي. الامراء والله يا شيخ انا ما ودي، ما استاذنت اقول اسم، والله في امراء انهم يتصلون علي يقول يا اخي اذا جاك صلح نبغى نشاركك، نبغى نروح معك، نبغى نشارك بجاهنا، نبغى نروح، نبغى نصلح بين الناس، يا سلام. نبغى نسوي شيء لهالمجتمع. هم كبار. جميل. يا اخي انا رحت للجبهه. ايه؟ المره الاولى. اي نعم رحت للجبهه، ما انسى هالموقف، وطلبت منهم اني ودي اصل اخر جندي. قال اللواء الله يذكره بالخير، قال يا شيخ ما نقدر نروح كذا وانت تراك، تصير للقناصين سهل يسدونك، تلبس بدله. قلت البس بدله. لبسوني بدله ودخلوني الى اخر جندي. سالني قال ايش جابك؟ قلت اللي جابني شيء يمكنك ما عرفته، انا جاي اجاهد بكلمتي، ادعو لك اي وجاي ادعي لك وجاي اوريك. قال يا اخي انت كذا. المهم وحنا طالعين راجعين، احنا عند جبل الدود ذيك الايام اذكره، صار فيه اطلاق، نسمع طلق نار، بس ما ادري انا ما اعرف الامور العسكريه، بس اني ركضوا وركبوني في السياره وركضوا، واذكر في واحد بيقفون له قال لا توقفون لا توقفون، خذ الشيخ روحوا روحوا خلوني، وينقز ويركض بسم الله عليه بين الحصى وبين الشجر، يروح يركض سنه بسلاحه ويبدا يرد عليهم ويركض، واسالهم وش وراكم خليتوا رفيزنا؟ قالوا لا هو عارف ايش يسوي، بس اهم شيء يقول روح بالشيخ. المهم رحنا، من هو الرجال هذا؟ قالوا هذا الامير فلان، نقيب امير. الله يا الله شيخ الله. انا يوم نزلت يا اخي هذا الامرانا، هذا اللي نعرفه في مسؤولين كلهم الحمد لله، كلهم صحيح، وفاء تقدير إيثار مرجله، هذا ترى هذا بلدنا، حفظهم الله جميعا ورحمه الله من توفى، هذا بلدنا يا شيخ، الله هذه بلدنا. طيب